عسلامة، مرحبا بكم الناس كل، شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا خبز تابونة، باش نحضروها في الفور بطريقة سهلة ويجي بنين برشا. خليكم معايا في الفيديو الاخر نشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. بالنسبة لأول مرة يزور القناة ما ينسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد الكل. ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. أول حاجة هنا بالنسبة للمقادير، عندي هنا 400 غرام سميد و 400 غرام فارينة، وعندي هنا 200 ملل حليب دافي و 100 ملل زيت. نجم تستعملوا زيت نباتي ولا زيت زيتونه كما تحبوا. باش نستعمل هنا عندي مغرفه ونص خميره ما يعادل 15 غرام. كي تستعملوا هنا كيلو باش تخلطوا مع سميد وفرينه بيناتهم كيلو، تعملوا مغرفتين خميره. وكي باش تعملوا جوست رطل مع 250 غرام فرينه و 250 غرام سميد، تولوا تعملوا جوست مغرفه خميره. وعندي هنا مغرفه سكر. وبالنسبه للفحات تاع الخبز، عندي هنا باش نستعمل سينوج وبسبيس وججلين. تنجموا تستعملوا كيما تنجموا تستعملوش كيما تحبوا. وعندي هنا شويه ملح، وعندي هنا ماء دافي باش نكمل المبيل بات. طريقه التحضير، اول حاجه هنا خليت حليب دافي 200 ملل حليب دافي، باش نكمل نضيف عليه هنا الخميره، نضيف عليه مغرفه سكر، باش نكمل هكا حركهم مليح. نخليهم هكا على جنب حطيت تكمل تتفاعل الخميره. طول الخميره تتفاعل باش نكمل نخلط المكونات الجافه مع بعضها. باش نحط الفحات تاع الخبز، باش نضيف الملح، باش نعمل هكا نخلطهم مع بعضهم. باش نكمل نضيف الزيت، كامل خلطهم كل مع بعضها. هنا الخميرة تاعنا ديجا تفاعلت فيسع تفاعلت بريسك مدة 5 دقائق. باش كامل نضيفها الخليط، باش كامل تعاو نحط حذايا شوية ماء دافي، باش نبدا نلم في البات. بسم الله، باش نلم بشوية بشوية ونزيد الماء و ميم طون. بالنسبة بركا لميتها البات، طيب باش نهبطها باش نكمل نعجنها. لازم نعجنوها مليح البات. بالنسبة بركا كملت عجنتها، طيب باش نكمل نحطها هنا. باش نكمل نغطيها هكا باش نخليها ترتاح، باش نخليها ترتاح حتى يضعف حجمها. باش نخليها ترتاح حتى يضاعف حجمها، باش نخليها مدة ساعة ساعة ونص هكاكا. وانتوما بيان سور وانتوما والطقس معناها. هي بعد ترتاحت بالبيج وما شاء الله ضاعف حجمها. طب باش نكمل نحي الطابية، باش نحاول هكا نخرج منها الهواء. باش نكمل نعجنها. خبز التابونة لازم ما يتعجن مرتين وما يبقاش خارج منه الهواء. مانيش باش نعجنها برشا، جوست شوية. هنا سافا. طب باش نكمل نعملها هكا في الشكل هذا. باش نكمل طبق نقسمها نعملهم هكا كعب بلاستيك. كمان نعملها هكا في الشكل هذا.
كملت قسمتهم هكا، قسمتهم هكا 6 كعبات متوسطين. باش نحطهم هكا باش نسقاو الكعبة حضرتها. حاولوا ما نحلوهاش رهيفة برشا خاطر خبز الطابونة ما يجيش رهيف. حطيت هنا بحذايا منديلة باش اي كعبة نحضرها ديريكت نحطها على المنديلة ونغطيها. هنا هذه اول كعبة باش كامل نحطها هنا باش كامل هنا هكا نغطيها. لازم نغطوها هكا باش نكملهم الكل بنفس الطريقة. كملتهم كل بنفس الطريقة. طيب باش نخليهم يرتاحوا حتى يضاعف حجمهم وبعد شو بعضنا شو باش نعملو باش كامل هكا نغطيهم باش نخليهم حتى يضاعف حجمهم. وهنا البات نتاعنا ارتاحت، الخبز نتاعنا ارتاح. ديجا كي تلاحظوا كعبت هذوما طفقوا اكثر من الاخرين. حطيت هنا طبق تاع الفول، حطيت فيه كوكو كويسون باش نحط اول كعبات حضرتهم هذوما يتنفخوا. نحط هكا كعبتين وانتوما البلاتو تاع الفول تاعكم ما قداش يهز. باش نحط هكا كعبتين باش ناخذ هنا هكا فرشاه باش نعمل هكا ثقب. باش ندخلهم للفور باش كامل نغطي الاخرين نخليهم يرتاحوا. باش ندخلهم هذو من الفور باش ندخلهم جوست باش نحطهم من اللوطه، معناها مانيش باش نحط من الفوق. ومن بعد نشوفوا بعضنا شنو باش نعملوا. هنا بعد ما طيبتهم هكا نص تياب جوست هكا تلاحظوا انهم تنفخوا. هنا عندي استوس ديما نعملها باش كامل هكا ندهنهم بالماء. جوست نحاولوا نزربوا في محلة هذي باش نعاود نرجعهم الفور كامل تشيبوا. هنا سبات او باش نعاود نرجعهم الفور يتشيبوا. وهنا الخبز نتاعنا حضر بالحق. نودكم ما شاهيكم لسيت ناجحه 100%. شوفوا قداش تري. هنا باش نكمل نقص وشوفوا بعضنا كيفاش يجي من داخل الخبز. شوفوا ما شاء الله بالحق نودكم ما شاهيكم لسيت ناجحه 100%. شوفوا قداش يجي تري وبين على الاخر. ان شاء الله يا ربي تكون الريسيت تاع اليوم عجبتكم وعجبتكم الطريقه. كان عجبتكم ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو بين حبايبكم واصحابكم. ونسنى كالعاده تشجيعاتكم. بسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.